ايه اخر الاخبار والمستجدات؟ نتعرف على اخبار الاهلي واخبار منتخب مصر كمان. حاضر معانا النهارده في الاهلي نيوز روم. هبدا معاك باخبار الاهلي وبدايه من عمرو السولية. عمرو اللي غاب يمكن من فتره طويله، وتحديدا تالي يعني غيابه بدا من نهايه الموسم الماضي، وحتى فتره التحضير والاستعداد للموسم الجديد كان موجود طبعا في معسكر الفريق في النمسا، لكن مازال عمرو غير جاهز، وده السبب الرئيسي اللي خلى مارسيل كولر يطلب من الجهاز الطبي تقرير وافي بحاله عمرو السولية. عمرو كان اصيب بتمزق في العضله الخلفيه، ويعني حسب معلوماتنا من المتوقع انه ممكن يكون جاهز للانضمام للتدريبات في خلال 15 يوم، وبالتالي يمكن ما يكونش جاهز حتى في يعني فنيا، يمكن طبعا يكون لائق طبيا، لكن حتى مع بدايه مشوار الاهلي في السوبر ليج او الافرو ليج ممكن شويه عمرو ما يكونش وصل لكامل لياقته البدنيه والفنيه، لكن نتمنى له طبعا الشفاء العاجل، ونتمنى طبعا عمرو واحد من اعمده الفريق الاساسيه. صحيح خط النص الاهلي يمكن يكون اقوى خطوطه الموسم الحالي، وفي وفره عدديه وجوده في وبروفايلات مختلفة في كل المراكز، لكن تبقى خبرة عمرو واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي يحتاجها الأهلي في هذا الموسم الشاق والصعب. هتخرج من سوبر ليج، هتروح لكأس عالم، عندك تشامبيونز ليج.